على مقربة من شاطئ البحر الميت يقع نادي الرياضات الجوية الأردني. هنا تقام بشكل سنوي فعاليات القفز المظلي الحر أو ما يعرف بالسكاي دايفينج. هذا العام قررت خوض التجربة بنفسي وكسر كل حواجز الرهبة والخوف التي تكون حاضرة بقوة قبيل القفز من باب الطائرة. هناك بين السماء والأرض تشعر كأنك طائر دون جناحين، بضع دقائق تفصلك عن الهبوط تمر كأنها لحظات. تستقطب هذه الفعالية المئات من الراغبين في خوض غمار هذه التجربة. يقول القائمون على النادي أن عدد الزوار في ارتفاع متواصل. طبعاً النجاح متميز كل سنة عن الثانية. ب 2012 عدد المشاركين كانوا مثلاً 800، السنة اللي بعديها 1050، السنة اللي بعديها 1300، والسنة إن شاء الله حيكون برضو العدد أكثر. المشاركين طبعاً معظمهم من الأردنيين الشباب والشابات، ولكن برضو في كثير من الدول العربية المجاورة، من فلسطين، من الإمارات، من السعودية، لبنان، مصر، مختلف الجنسيات بيجوا بيشاركوا. لي تميز موقع البحر الميت بطبيعته وانخفاضه عن مستوى سطح الأرض ب 412 متر. ما يميز هذه الفعالية عن غيرها من المناطق أن القفز يكون من على ارتفاع 12 ألف قدم صوب أخفض بقعة على وجه الكرة الأرضية وهي البحر الميت. بتحس حالك بحلم، يعني أنت بتعمل إشي يعني جنوني. الأحداث أنه أنت ما بتكون صاي حالك لما تكون بالطيارة، بس أنه لما بلحظة أنك خلص بدك تنزل بتكون تحكي أنه شو العملة الجنونية اللي بدك تعملها. هي أحلى تجربة، يعني أنا من زمان كان نفسي أعملها، وكنت كثير فكرة أنه حخاف على الطيارة أو أنزل هاي، بس لا كثير حلوة. محمد الجبور، بي إن سبورتس، البحر الميت.